تواصل مديريات التموين بجميع المحافظات صرف استمارات تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك بعد مد الحكومة مهلة تحديث البيانات حتى 15 يوليو المقبل. تهدف عملية تحديث البيانات إلى وصول الدعم للمستحقي وتنقية البطاقات من غير المستحقين. العرض المعلوماتي التالي يوضح لنا أهمية تحديث البيانات للمواطنين، نتابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض التفصيلي الذي نتحدث فيه عن تحديث البطاقات التموينية. توافد كبير تشهده مكاتب التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وذلك في الفترة الحالية لقرب موعد انتهاء فترة تحديث بيانات البطاقات التموينية، والتي أعلنتها الحكومة مدها حتى منتصف شهر يوليو المقبل. ولأن المواطن يسعى دائما للحصول على السلع الأساسية بأسعار مناسبة بعيدا عن جشع التجار والأسعار المرتفعة، فإنه يهتم بكل ما يتعلق بمنظومة التموين من تطورات. تحديث البطاقات التموينية له عدة أهداف، أولها وصول الدعم لمستحقيه، وثانيا الحفاظ على أموال الدولة من غير المستحقين. وبما أن منظومة التموين الجديدة تهدف لمحاربة جشع التجار وتحويل المواد التموينية الأساسية للمواطن للسوق السوداء، وذلك بهدف الإتجار وتحقيق الربح على حساب محدودي الدخل، فقد قامت الحكومة بوضع مجموعة من المعايير لضبط المنظومة، وأهمها هو تحديد نصيب الفرد من السلع بمبلغ 21 جنيه، وفي حالة تخطي هذا المبلغ المحدد يتم دفع الفارق. والنقطة الثالثة، الأسر التي لا يكفيها النصيب من السلع تخاطب مديرية التموين مباشرة. وبالرغم من محاولة الحكومة للسيطرة على قضية وصول جزء من الدعم لغير مستحقيه، إلا أن منظومة التموين الجديدة والتي تم العمل بها بدءا من عام 2014 حققت العديد من النجاحات والمتمثلة في: أولا القضاء على الطوابير أمام المخابز، وثانيا القضاء على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم، وثالثا توحيد سعر الخبز، وأخيرا توفير آلية لاستبدال نقاط الخبز بسلع أخرى. وهذا بالنسبة للمواطنين. أما ما يخص التجار فقد ساهمت المنظومة في فتح الأسواق أمامهم وفتح الحصص للمطاحن والمخابز، إلى جانب ربط كل مخبز على مطحن محدد للحصول على كمية الدقيق المطلوبة. أما إجمالي زيادة الدعم منذ بداية تطبيق المنظومة عام 2014 فقد ارتفع من 15 جنيه إلى 18 جنيها، ثم 21 جنيها للفرد. وبحسب الأرقام، ارتفاع الدعم من 15 جنيه إلى 21، بلغ الدعم في موازنة عام 2017 نحو 330 مليار مقابل 210 مليار في عام 2016. وزارة التموين قامت بعمل تنقية للبطاقات التموينية لحفظ أو لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الحالية حذف غير المستحقين. لذلك تستهدف الحملة تحديث، أولا استهداف الحملة لتحديث 4 ملايين بطاقة، يبلغ عدد المستفيدين من الدعم حوالي 71 مليون مستفيد، و11 مليون مواطن مستفيد تمكنوا بالفعل من التحديث. وتسير عملية تحديث البيانات بطريقة منتظمة، حيث لم يتبقى سوى نصف مليون بطاقة يتوجب على أصحابها التوجه إلى مكاتب البريد للاستيفاء. وتم التوزيع كالآتي: نصف مليون بطاقة ما زالت بحاجة للتحديث حتى الآن، وتوزيع 40 ألف بطاقة من بدل الفاقد والتالف أيضا. ومن خلال مشروع تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، صار المواطن يمتلك أداة تمكنه من انتزاع الحقوق وردها لأيادي أصحابها ليعود النفع على الجميع.
إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا هو عرض تفصيلي عن مشروع تحديث البطاقات التموينية. نشكركم جزيل الشكر لطيب المتابعة، وبالعودة للزملاء في الاستوديو.